بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بدنا نشرح تشابتر 11 بالسي شارب اللي هو تشابتر الاكسبشن. شو فكرة التشابتر بحكي لي؟ هسا افرض انه انت كتبت كود سنتاكس صح 100%، بس انت لما جيت نفذت الكود صار عندي ران تايم ايرور، صار عندي ران تايم ايرور. هسا مجرد ما يصير عندي ران تايم ايرور راح يوقف تتبع برنامج، راح يوقف التنفيذ ويعلق كل البرنامج ويطلع منه. مثلا انت قسمت على صفر، خلينا نشوف مثال. مثلا كان عندك انتجر اكس فاصل واي، حكيت له مثلا اكس يساوي 4 واي تساوي 0، بعدين حكيت له كونسول دوت رايت لاين اكس تقسيم واي. لاحظوا كيف مباشر وقف عندي تنفيذ البرنامج واعطاني ران تايم ايرور. ليش؟ هي اعطاك انه عندك ديفيجن 0، عندك ديفيجن باي 0، لانه قيمه الاكس كانت 4 والواي قيمتها 0. حكيت له 4 تقسيم 0، وما بيجي يقسم ال 4 على 0 هون بالحاله الكتابه، هون بيجي بيقسمها اثناء التنفيذ، فلقى انه ما بصير اقسم عدد على 0، فصار عندي ران تايم ايرور ووقف تنفيذ البرنامج كامل. طيب مثلا مثال ثاني، كان عندي انتجر اكس وحكيت له اكس يساوي انت 32 دوت بارس لكونسول دوت ريد لاين. then كونسول دوت رايت لاين اكس. هون انا شو عملت؟ ببساطه عرفت له فاريبل اكس، بعدين حكيت له انه خلي اليوزر يدخل لي قيمه الاكس عن طريق كونسول دوت ريد لاين، وحطيت له بالقبل انت 32 دوت بارس. ليش؟ لانه حكينا الكونسول دوت ريد لاين دائما بتقرا سترينج، فلازم احولها لانتجر، بعدين طبعت قيمه الاكس. طيب ببساطه لو جينا نفذنا هون، دخلنا له مثلا الرقم 5، ببساطة راح 5 تنحط هون كسترينج لما دخلت له 5، بعدين راح يجي يحولها لانتجر، فبصير 5 كانتجر، تخزن بالاكس وبطبع لي 5. ايوها عفوا بس ايوه طبع لي 5 عادي. طيب افرض انه انا ما دخلت له رقم، افرض انه انا دخلت له حرف، شو بصير عندي بالحالة هاي؟ شوف مع بعض، دخلت له مثلا حرف الجي. هسا انا مجرد ما دخلت له حرف الجي، الجي راح تنحط هون، راح يجي يحولها لانتجر، بلاحظ انه الجي ما بتتحول لانتجر، فكون الجي ما بتتحول لانتجر راح يعطيني ايرور ووقف تنفيذ البرنامج، فصار عندي ران تايم ايرور. فانا هدفي من التشابتر هذا انه احل المشكله هاي، بحيث انه اذا انه صار عندي ران تايم ايرور ما يوقف تنفيذ البرنامج. فكيف بتم حل المشكله هاي؟ عن طريق الاكسبشن هاندلنج، اللي هو راح استخدم تو بلوكس. البلوك الاول اسمه تراي، هيك بكتب له تراي، والبلوك الثاني اسمه كاش، راح نيجي كمان شوي. التراي شو بحط فيه؟ اضع فيه الكود اللي مفروض يكون صحيح. كيف يعني المفروض يكون صحيح؟ مثلا انتجر اكس يساوي انت 32 دوت بارس لكونسول دوت ريد لاين. فهذا الكود المفروض يكون انه صحيح، فهي كونسول دوت رايت لاين للاكس. هذا الكود كيف يعني المفروض يكون صحيح؟ يعني بفرض انه اوكي راح يدخل لي رقم، انه حيدخل لي رقم ويحاولوا يطبعوا، فتراي بحط فيها الكود اللي المفروض يكون صحيح. طيب اذا كان خطا هون، اذا كان الكود خطا نفس الشيء راح يعطيني ايرور. هسا اذا كان عندي خطا او دخل شيء خطا، مثلا دخل لي حرف، ما بديش اياه يعطيني ران تايم ايرور، لا بدي اوديه على بلوك ثاني اللي هو اسمه الكاش. الكاش بيقبل باراميتر من نوع اوبجكت، من نوع الكلاس اللي اسمه اكسبشن، ويعمل لي منه ريفرنس، هاي ثابته دائما حطوها. طيب شو بحكي له؟
هون هنا أضع هنا أضع مثلا رسالة إعلام للمستخدم أنك أدخلت قيمة خاطئة، أنت أدخلت قيمة خطأ. فشو بعمل مثلا؟ مثلا هون شو بحكي له؟ console.WriteLine you enter a string. طيب فهيك شو بصير عندي؟ هسا الكاش مش دائما تنفذ، بس التراي دائما تنفذ. الكاش متى تنفذ؟ الكاش لما يصير عندي رن تايم ايرور بيجي على الكاش. فهذا البرنامج ببلش تنفيذه من عند التراي. فاول شيء بده يستنى مني ادخل له قيمه اكس، لنفرض انه دخلت له 4، الأربعة هذه بتتحول لانتجر، فبيحفظ لي الأربعة بالإكس وطبع لي أربعة والكاش بفوتهاش بالمرة. طيب افرض انه دخلت له حرف الـ A مثلا، بيجي بحاول يحول الـ A، الـ A ما بتتحول، فأنا دخلت له إشي خطأ. فكوني أنا دخلت له إشي خطأ مباشرة بنزع على الكاش وطبع لك انه you enter a string. فخلينا نشوف، دخل له رقم 5 هيو بس نفذ لي لتراي. طيب دخل له حرف الـ A مثلا، ها شو عمل لي لما دخلت له حرف الاي؟ هاي خطا، نزل على الكاش وطبعا لي يو انتر اسرنج. طيب ملاحظ اخير عن الموضوع هذا، انه في عندي انا مسج جاهزه، كيف بجيبها؟ كونسول دوت رايت لاين، بحكي له اي اكس اسم الريفرنس اللي انا عرفته فوق دوت مسج. فهاي مسج ثابته هي لحالها بتعرف انه شو نوع الخطا. تعالوا نشوف مع بعض. دخل له حرف الـ A، لما دخل له حرف الـ A المفروض يروح على الإكسبشن ويطبع لي إنه EX.Message. شو كانت المسج؟ Input string was not in correct format. هكذا كنا دخلت string يعني. فتقريبا هذا كل موضوع الشابتر يعني. من الأخطاء الثانية مثلا، ممكن يكون أنا عندي array احكي لي integer A يساوي 1 2 3، آخر عندك شو رقمه؟ 2. فافرضوا انه انا حكيت له شو console.WriteLine ل A of 10 مثلا. A of 10 فعليا مش موجودة، ال A of 10 فعليا مش موجودة، انا اكثر شيء موجود عندي A of 2. فهون راح يصير عندي exception خطأ، فمباشرة بنزل على الكاش وراح يطبع لي ال EX.Message. شو ال EX.Message؟ هيها index was outside the bound of the array. وهكذا مثلا division by 0، خلينا نشوف division by 0. integer x تساوي 4 فاصل y تساوي 0. ده حكيت له console.WriteLine للx تقسيم y. بس x تقسيم y خطأ، فلأنه موجود عندي try وكاش مش راح يعطيني runtime error، يطلع خلاص بنزل على الكاش وبيطبع لي الـ ex.message اللي هي قيمتها attempt to divide by 0. اوكي نيجي على الموضوع الأخير بالشابتر، اللي هو افرض انه انا الاشي اللي بدي اكتبه فعليا بالرن تايم مش ايرور، بس انا بدي اعتبره ايرور. مثلا انا كان عندي انتجر جي 1 اللي هي علامة الاولى فاصل جي 2 فاصل جي 3، بعدين احكي له جي 1 يساوي انت 32 دوت بارس لكونسول دوت ريد لاين. وكذلك جي 2 وجي 3 بدي ادخلهم. بعدين شو بدي احكي له هون؟ انا بدي احكي له انتجر سم از ايكوال تو 0، او خليها انتجر سم ايكوال جي 1 زائد جي 2 زائد جي 3. طيب هسه هون فعليا ما في عندي ايرور، هذه بجمعهم. بس احنا المعدل بالنهايه بديش اياه يكون اكبر من 100، بدي المعدل يكون اقل او تساوي 100، صح؟ فهون اذا كانت العلامه اقل من 100، اذا كانت العلامه عفوا اكبر من 100 هو خطا، انا فعليا بعتبره خطا، فبدي اياه يخصم لي منها. شو كيف شوفوا اما اف اذا كانت الصم از اكبر من 100 شو عمل لي؟ بدي انقله على الكاش. كيف بنقله على الكاش؟ كيف اني بجبره يروح على الكاش؟ بجبره بكلمه throw.
new exception. هيك بكتبها throw new exception. وبديش ابعث له شيء مثلا throw new exception. هسا throw new exception شو بتعمل لي؟ هسا هو بيجي بجمع، اذا لقى المجموع اكبر من 100 بنتقل على الكاش، اما اذا كان مثلا حصل الجمع 90 بنتقلش على الكاش خلاص. فهون حط لي console.writeline للصم بحيث انه اذا انه ما انتقل. طيب هسا بالاكسبشن هون شو عمل لي؟ هون لما يفوت على الاكسبشن معناته العلامة على الكاش معناته العلامة اكبر من 100. هسا مثلا كانت العلامة 140، كيف بدي اطرح منها بحيث انه اخليها 100؟ يعني ال 140 بدي اطرح منها 40 صح عشان تصير 100. كيف بعمل الاشي هذا؟ افرض انه كانت العلامة 140. طيب خلينا نشوف ببساطة، بعرف المتغير ثاني مثلا انتجر x يساوي، بحكي له عبارة عن الصم ناقص 100. فلو كان الصم 140 راح تكون قيمة الاكس كم؟ او اوكي الصم احنا معرفينها بس بالتراي، نعرفها برا. عشان تكون لان هون صارت لوكال بس. طيب طيب هسه شو حكيت له؟ كانت الصم مثلا 140 وصل المجموع، هسه بحكي له اكس يساوي 100 صم، يعني ال 140 ناقص 100 ويساوي 40، بس بعدين بحكي له ببساطه صم يساوي صم ناقص اكس. وبعدين بحكي له console.writeline للصم. واحنا تعالوا خلينا نعرف عشان احكي له هون console.writeline، نحكي له انه هون فات كان عندي فايت بالكاش، وهم برضه بنحكي له بداية التراي انه console.writeline انه بالتراي. اوكي طيب كيف بيتم تنفيذ البرنامج عندي هون؟ نشوف. طيب ببلش بالتراي، دخلت له ثلاث ارقام. افرض انه دخلت له الجي 1 دخلت 20 والجي 2 30 والجي 3 40، بيجي بيجمعهم 20 و 30 50 وال 40 90، فصارت قيمة الصم 90. بيجي بيعمل لك تشيك، هل الصم اكبر من 100؟ لا الصم مش اكبر من 100، اذا بفوتش على هاي وبيجي بيطبع لي قيمة الصم وبخلص تنفيذ البرنامج، بنزلش على الكاش بالمرة. اوكي طيب افرض انه دخلت له 50 و 150، 50 150، فبجمعهم كم بصيروا؟ 200، فصارت الصم اكبر من 100. فبفوت لهون throw new exception، هاي الجمله شو وظيفتها؟ وظيفتها تنقلني على الكاش، فمباشره هاي الجمله ما بشوفها، هاي الجمله هاي ما بشوفها، throw new exception مباشره بنزل لهون. بيجي عرفت له كانت كم 200، حكيت له راح يطبع لي كاش، بعدين حكيت له x يساوي صم ناقص 100 فبتصير قيمة ال x 100، بعدين حكيت له صم يساوي صم ناقص x فبتصير قيمة الصم 200 ناقص 100 اللي هي 100، وراح يطبع لي الصم. خلونا نشوف مع بعض. افرض أول مرة دائما بفوت بتنفيذ التراي، افرض دخلت له 20 10 40، مجموعهم مش أكبر من 100 فهي طبع لي 70 وما نزلش على الكاش بالمرة. طيب افرض انه انا شو دخلت له؟ مثلا دخلت له 20 60 30، ال 20 و 60 و 30 مجموعهم اكبر من 100، فلاحظوا نزل لي على الكاش وخلى لي اياهم بس 100. هيك بكون خلصت شابتر كامل. يعطيكم العافيه.